مرحبا بكل متابعين قناة كوك تيفي على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد والحلقة الثانية من فقرة أو سلسلة سؤال الموسم. أسئلة الموسم لهالحلقة بتقول: وين اختفى شيرو وليش ما عم ينزل فيديوهات على اليوتيوب؟ وين اختفى موها؟ هل صحيح بسان اسماعيل تزوجت؟ أتعرفوا كل إجابات هالأسئلة؟ تابعوا الفيديو لآخره. السؤال الأول بيقول: وين اختفى شيرو وليش ما عم ينزل الفيديوهات؟ من بعد تنزيله لفيديو بالأسبوع اختفى شيرو من على اليوتيوب لمدة أسبوعين، فصارت الناس تسأل وين شيرو وين الفيديوهات. شيرو حاليا صار مصور عدة فيديوهات، وسبب عدم تنزيلها راجع لصفرته لدبي بحكم ما عنده وقت يعمل مونتاج، بس وعد متابعينه بهالبوست على الانستغرام انه في فيديوهات ومغامرات رائعة جاية بالطريق وفيديوهات كتير حلوة. السؤال الثاني بيقول: وين اختفى موها؟ من بعد ما غاب موها لمدة فاقت الشهر، غاب هالمرة للمرة الثانية لمدة شهر كامل بسبب انشغاله بتصوير مسلسل جديد وتصوير اعلانات بمناطق مختلفة. السؤال الثالث والاخير بيقول: هل بيسان اسماعيل تزوجت؟ من بعد ما نشرت بيسان اسماعيل هاي الصور على الانستغرام اللي بتظهر فيها بفستان عرس، صار الناس يتساءل هاد صحيح بيسان تزوجت؟ لا، بيسان ما تزوجت. موضوع الفيديو كان عبارة عن تجربة فساتين أعراس، فهالنوع من الفيديوهات صار ترند باليوتيوب ويحقق نجاح كتير كبير ونسبة مشاهدات كتير عالية، مثل فيديو نارين اللي حقق أكثر من 2.5 مليون مشاهدة، وفيديو نور ستارز اللي حقق 12 مليون مشاهدة. هون نكون وصلنا لنهاية الحلقة ونهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك مشان تشجعونا على تنزيل الأكثر، وزر الاشتراك تتابعوا جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول. نشوفكم في فيديو جاي والحلقة الجاية.